سعيد. بالأرقام أيام قليلة وتنتهي المهلة التي رسمها سعد الحريري لولادة الحكومة. بالسياسة لا توحي المواقف بأن التشكيل قريب ولا بأن العقد محلولة، خصوصا أن تجال القوات والتيار عاد ليستعر من جديد. فمن سيقنع من؟ الجواب بعد لحظات بالمباشر. مساء الخير من جديد. النائب نقول صحناوي نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسيه والنائب زياد حواط عضو تكتل الجمهوريه القويه، اهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. سجل اللي بلش من الجمعه بعد مؤتمر الوزير جبران باسيل ولا يزال مستمرا، رح نشوف اليوم كيف رح ينعكس على الحلقه بطريقه ايجابيه. هلا بنشوف، لان على السوشيال ميديا مثل ما مبين منه ايجابي نظرا للسؤال يلي طرحينه بين كلام جبران باسيل ورد القوات، اي منطق هو المقنع؟ اول احتمال تيار الوطن الحر، ثاني احتمال هو القوات اللبنانيه. اكيد التصويت فيكون على تويتر على حساب بالمباشر وعلى الفيسبوك على صفحه بالمباشر. معالي الوزير، الرئيس سعد الحريري تحدث عن مهله اسبوع ل 10 ايام لتشكيل الحكومه، بعد عندكم نفس الانطباع بامكان تشكيلها بهالمهله؟ بدنا نسمع اول شيء منه شو عنده. نعم، في جو تفاؤل عنده، ان شاء الله يكون جدي، عنده معطيات. نحن من اول الطريق بنقول اذا هو ورئيس الجمهوريه حطوا معايير عادله قادره تتطبق والكل رح يقبل فيها، بيمشوا بحكومه، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه بيظهر من الحكومه وبتكفي. لانه بلش يستفزك. ايه لا هم لا بالعكس، طالما رئيس الحكومه يعني بحط المعيار بالتفاهم مع فخامه الرئيس ما في شيء، بالعكس كله انتم بس جبران باسيل ما يحط المعيار. لا ابدا، مش الوزير بيخلي بس غواد. بس لاقول شغله، المؤتمر الصحفي تبع الوزير باسيل كان كثير واضح، قال هيدي القاعده بتطبق علينا وعلى غيرنا. نعم. يعني بمعنى ممكن نحن ما نكون مبسوطين وما لنا مشكله، المهم البلد، المهم يطلع حكومه. واهم هلا بنرجع بالحديث، اكيد اهم من التوازنات بقلب الحكومه وباللي مين راضي ومين مش راضي، اهم شيء تكون هالحكومه قادره تاخذ قرارات بدها تنقذ البلد. البلد ناطر خطه انقاذيه، خطه اقتصاديه، نهوض اقتصادي، في ازمات عم بتداهم يعني من النازحين وغيره. نحن مش المهم بس نعمل حكومه، انه نحن ما كان في حكومه وما طيب. كان في هيدا الملفات رح نحكي فيها، بس اول شيء بدنا نبلش بقصه تشكيل الحكومه. انتم اليوم بتكتل الجمهوريه القويه والقوات اللبنانيه، انطرح عليكم صيغه لهلا؟ كل الصيغ اللي انطرحت حتى الان عبر وسائل الاعلام ما في شيء، اي موضوع جدي. نعم. بس بدي ارجع اقول انه نحن اي صيغه بيقترحها دولة الرئيس بالتفاهم مع فخامة الرئيس، نعم، تكون صيغة منطقية تعتمد معيار واحد من حيث التمثيل، نحن نوافق عليها. نحن معنا مشكلة، هلأ تفضلت وقلت مع الوزير باسيل أو غير الوزير باسيل، أبدا، الوزير باسيل فريق سياسي مثله مثل باقي فرقاء السياسيين. نحن دستوريا وقانونا وعرفا رئيس الحكومة هو بشكل حكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية وليس أي فريق سياسي آخر. نعم. نحن اللي الموضوع اللي في نقطة استفهام إنه ما بدنا فرقاء سياسيين تحط معايير وتحط نسب وكأنه رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية هن آلة حسبة شو بتجي النسب والمعايير تتشكل الحكومة. لا، اليوم رئيس الحكومة بيعرف خطورة الوضع وبيعرف دقة الوضع وبيعرف الوضع الاقتصادي اللي عم بيعيشه اللبنانيين من أصغر واحد بآخر ضيع جنوب لبنان وصولا إلى آخر شمال لبنان، وضع اقتصادي مأزوم، حياة معيشية على شفير الانهيار. معليه ولو حكينا يعني الحقيقة، هيدا مش تخويف. نعم. وهيدا مش ضرب للبلد، بالعكس إذا بتخبر الواقع البلد كما هو بنبلش نعرف نعالج المشكلة. نحن بوضع اقتصادي معيشي حياتي يومي مأزوم جدا، إضافة إلى الوضع الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية اللي عم تهجم على لبنان بسبب تشرذمنا، انقسامنا، غياب السلطة، غياب الحكومة، بتعطيهم قابلية أكثر للإسرائيليين. نحن عم نطالب للإسراع بتشريع بتشكيل حكومة تمثل جميع الفرقاء وليست حكومة خلافات، حكومة مشروع انقاذ للبلد. مثل ما حكي استاذ ديكولا، لانه ما بدنا نفوت ننقل مشاكلنا من الشارع الى داخل الحكومه. بس اول شيء بدها تشكل الحكومه لنرجع على المشاكل. يعني هون انتم زعجكم انه فريق سياسي يلي هو التيار الوطني او الوزير باسيل هو حط المعايير. لو فريقنا نحن ما بنقبل. برايك معالي الوزير جبران باسيل اختزل صلاحيات رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه؟ بالعكس، ما هو عم بيقول من اول، يعني كل مؤتمر صحفي عم بيعمله عم بيقول انا بعيد عن هذا الموضوع، انا حتى ما عم تلفن، ما عم بتدخل،
عم بنطر عم بتلقى بس خليني كفي خليني كفي تك عم نحكي فيه نحن كتلة أساسية بهالمجلس النواب. نعم. حتما بلحظة من اللحظات في حدا بده يجي لعنا قلنا نحن عم نفكر هيك ونحن بدنا نعمل حكومة هيك وحقنا ساعتها نقبل أو نرفض صح؟ صح. اللعبة بعدها بملعب رئيس الجمهورية فخامة الرئيس ودولة الرئيس هن بيحطوا معايير ونحن من أول لحظة عم نقول المعايير. نحن عم نقول من شو المعايير؟ محط الوزير بصير كل خمس نواب وزير خليني نكفي فين كفر أنا في أنا في ناتشك كمان كل ما تحكي كلمة في ناتشك طيب. فأنا عم بقول إنه فخامة الرئيس ودولة الرئيس هن عم مطلوب منهم يحطوا معايير ونحن عم نقول لازم تكون تمشي الحكومة تما يحطوا معايير ويرجعوا لعند الأفريكا أنا حطيت معيار هيدا بس حطيت معيار دوبل على هيدا نحن لأنه ساعتها بترجع تتعرقل ويحيي صار لنا خمسة شهور بعد ما تشكلت الحكومة عم نقول لهم في صيغة سهلة بتخلي الحكومة تطلع بسرعة وبحال حدا زعل في حجة كتير قوية تقول له إياه أنه أنت زعلت هذا المعيار معلي خل لا أنت زعلت أنت زعلت أنت فريق معين كتلة معينة زعلت ما انبسطت بالمعيار اللي انحط ما انبسطت بالتشكيل اللي انحطت قالت أنا هيك ما بمشي معلي بتضل ماشي بليهن ليه لأنه المعيار عادل ولأنه نفس المعيار للكل حجتك كتير قوية أنا معي عملتك دون الآخرين عملتك مثل الآخرين إذا أنت شايف هذا الشيء ما بيعجبك معلي بتضل برا ومضل ماشيين نحن من أول الطريق عم نقول نفس الشيء عم نقول تفضلوا خلصوا هذا الموضوع مع بعضكم روحوا وروحوا على شكله هالتشكيل بعتوه على مجلس النواب تاخذ الثقة اذا ما اخذت الثقة بترجع مثل بالاجراء الدستوري صح. طبعاً واضح كلام سياسي ودستوري وقانوني صح وين طب. وين مشكلتكم فيه نحن بدنا انه دولة الرئيس اللي هو الدستور عطيه والطائف عطيه بالتفاهم مع رئيس الجمهورية هو بيحط المعايير وهو بيقترح طريقة تشكيل وزارة وليس احد له فرق بس هلا ما حط هو يعني ما في تلقى نصيحة كمان يعني كمان بتعرف بالدستور رئيس الحكومة المكلف ما بيشتغل من راسه في كمان استشارات نيابية بتصير يمكن بإطار افكار عم يطرحوها حقهم استشارات نيابية ما بتصير كيف هو بتصير هو استشارات نيابية اللي بيعملها رئيس الحكومة بيتلقى فيها آراء الأفريقا وصل له اياها بمؤتمر صحافي شو مشكلته هيدي حصلت من 6 اشهر و5 اشهر وتأخر وما صار حل رجع وصل له اياها بمؤتمر صحافي حش بقى نضحك على حالنا ونلف حول الموضوع اليوم رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية بيقدم اقتراح وبيحط معيار المعيار اللي بيوافق مع وجع الناس وألم الناس وحاجة الناس لتشكيل حكومة بتمثل الانتخابات النيابية اللي حصلت ونحن يا منوافق يا لا طيب شو المعيار انتم اللي عجبكم بيحط معيار بالتفاهم مع رئيس مع فخامة الرئيس بالتفاهم مع فخامة الرئيس شو المعيار اللي بيعجبكم حكومة بتمثل نتائج الانتخابات اللي حصلت تبعال اذا كل خمس نواب وزير وين مين قال هيك اقتراح مين هيدا نحن انا بدي اقول لك كل ثلاث نواب وزير شو المعيار كم وزير بتصير الحكومه اذا هيك لا بس شو المعيار تتقول اول شيء اليوم عند الدروز نعم اخواننا الدروز كل اذا بدك كل خمس نواب وزير يعني كيف تركب ليك وليد بيك قال انه في تفهم ونحن نحن رح نوصل على حل بهذا الموضوع خلينا على 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 العقد الاساسي نحن بدنا نحن ما فيش عقد نحن بدنا انه رئيس الحكومه يحط المعيار الاساسي وهيدا واجبه وهيدا دوره وهيدا الدستور عطيه يحط المعيار بالتفاهم مع رئيس الجمهوريه بالتشاور مع كافه الفرقاء السياسيين ولا حدا يختزل دور رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه لا نحن ولا غيرنا ولا اي تيار سياسي اخر اما بنقول انه نحن هي راينا وهالقد بتتمثل الاحجام وهيك بتتمثل كتله القوات اللبنانيه وهيك بتتمثل كتله الاخرين وبهالنسب وتقدير ماشي بس ما انتم اللي مطالبين في اكثر من اي معيار لو شو كيف عبر المعيار ما بيطلع لكم خمسه اول شيء كلامنا مع دوله الرئيس الحكومي كلام منطقي في تفاهم من قبل دوله الرئيس تنازلنا عن كثير من الحقوق من اجل الاسراف في تشكيل الحكومه بالعكس لانه حاسين وعارفين وجع الناس والام الناس ونحن قدمنا كل التسهيلات انما التسهيلات لا يعني الغائنا ولا يعني تهميش هالتكتل اللي هو بيمثل 15 نائب موجود على كافة الأراضي اللبنانية وبالتالي لن نكون شهود زور داخل حكومة ما قلنا رأي ما قلنا موقف ما عنا حقايب وزنة والأخطر من هيك كله بيطلعنا الوزير أنه في فيتو على تكتلنا أن يكون عنده وزارة معينة وكأنه الفيتو نحن ناس غير وطنيين ما عنا غير ملتزمين بالقانون أنا بتفاجأ كيف وزير خارجية لبناني بيقبل أنه أي من الفرقاء السياسيين يحط فيتو على تكتل وزن بالبلد بالوقت اللي ما سمعنا ولا أي فريق سياسي
وانا عندي تواصل مع جميع الناس. خلينا نسمع مع الوزير شو رايه بهذا الموضوع. واليوم انا عندي تواصل مع خاصه مع دوره الرئيس نبيه بري، هذا الكلام ما سمعناه بولا اي مطرح انه في فيتو على تكتلنا انه يكون ممثل بوزاره الدفاع او غير وزاره الدفاع. الفيتو ممنوع. انت دمجت فكرتين، خلينا نبلش نفصله مع الوزير لا يرد عليهم. ما عليك، لا بدكم تحجموا القوات وتفوتون شهود زور. لكن خلينا نبلش من الاول غوار، يلا. لانه هي لعبه ماركتينج وبروباغندا للاسف. والمشكله انه اوقات نحن قدرتنا على صد البروباغندا منه على قدر، لانه نحن بنروح على الـ على الـ على الجد وعلى الـ وعلى الـ الايجابيه ولا وعم نحط عم نلعب عم نحط من كيسنا، عم ندفع من كيسنا دائما تنمشي البلد. بس انا بدي ارجع بالاول، بدي ارجع من الاول. ايه نحن بلبنان في عندك خيارين، يا بتعمل حكومة أكترية يا بتعمل حكومة أقلية. نعم. بلبنان وبكل دول العالم، صح؟ ونحن كلنا بنعرف إنه حكومة أكترية منتجة أكتر وسريعة أكتر من حكومة وحدة وطنية. بحكومة الوحدة الوطنية عندك عدة أراء يعني كله عم يلتقى على نفس الطاولة 100%، فبيعقلوا بعض وأصعب لتوصل على توافق عام بيكون أصعب. ولكن نحن قلنا لا ما نقصي حدا، لأنه في انتخابات انعملت من بعد 9 سنين، ولأنه في مرحلة صعبة، في تسوية رئيسية حصلت. خليني كفي لك. لا يعني من بعد التسويه صار في تسوية، من بعد التسويه صار في حكومه. هلا لما صار في التسويه ما كنا وصلنا لها. من بعد التسويه صار في حكومه. نحن عم نحكي عن الحكومه اللي بتطلع من بعد الانتخابات النيابيه اللي نطرناها 9 سنين. خليني كفي. تفضل. عم نقول نحن انه نحن لانه نحن بهالظرف بالذات، ولانه حرصنا على لبنان كلنا سوا، احسن نكون نحن ضمن حكومه وحده وطنيه معينة. ولكن بحكومه وحده وطنيه اللي هو قادر يعمل حكومه اكثريه. نعم. يعني حلف الاقوياء اللي هن الاول بطوايفهم هن قادرين يمشوا بلا هديك. فوقتها بيعزموا هديك بيقولون لا خلينا نمشي كلنا سوا، معقول يعطون اكثر من حجمهم؟ يعني مستحيل الواحد يقارب الاشياء بهالطريقه. اللعبه اللي عم بتصير بالاعلام يلي هي لها علاقه، مين عم بيعرقل مزبوط ومين اليوم عم بيتنازل، هيدي اللعبه اللي عم بتشوفوها بالاعلام كل يوم. نحن تنازلنا كثير ما فينا نتنازل، وهديك عم بيعرقلوا وهديك في ناس. طب هن بلشوا بالخمسه نزلوا الاربعه، خلينا نكفي. عم بعرض الاشياء مثل ما صارت. عم بقول في لعبه، مين عم بيعرقل؟ دائما الوزير باسيل او الطيار هو عم بيعرقل. ومين عم بيتنازل؟ دائما الفريق الثاني هو اللي عم بيتنازل لانه عن كبر نفس. ايه انا عم نقول نحن اللي قالوا امبارح الوزير باسيل بالمؤتمر الصحفي تبعه فندى بالماتيماتيك، عم نعم. بيقول اذا ما شفت وين الحق، الحق وكل واحد شو بيطلع له، ما فيك تعرف مين عم يتنازل، وما فيك تعرف مين رئيس بسيط، وما فيك تعرف يا اخي حقه يحكي، حقه يدافع عن حاله، حقه يحكي، حقه يقول عن تكتله، ما له حق يرسم خريطة حكومه. عم نقول نقول شو نحكي، شو الحق هو، شو الحق يرسم بانوراما الحكومه ككل، رسم كل الحصص لكل التكتلات السياسيه، وكانه هو ما بتفهم شغله اساسيه. عم نحكي عن حكومه وحده وطنيه، مش عم نحكي عن حكومه اكتريه. حكومه اكتريه 3-4 بيتفقوا مع بعض، بيحطوا المعيار اللي بدهم اياه، اللي بدهم اياه بيحطوا يا عم التريك. انت رحتوا ليا لو رئيس بري مشي ورئيس حريري مشي، كانت رحمه فرنسا ونسيتوا التسويه الرئيسيه واخذتوها على كار. سهل كثير روعه فرنسا. في حزب يساري وحزب يميني وحزب بيئي وحزب ما بعرف شو، 3-4 احزاب. اذا عملوا حزب حكومه اكتريه، الحزبين يلي عندهم الاكتريه لوحدهم هن بيركبوا هن بيركبوا مثل ما بدهم. خليك بس عم بقول لك معكم ما مشيت، ما مشيت الرئيس حالي، ما مشي الرئيس بري، ما مشي. ركب حكومه اقل اكتريه بلا الرئيس بري والرئيس حالي. يا اخي بس نحن ما قربنا هيك من الاول. لا نحن من الاول قلنا بدنا حكومه وحده وطنيه، لانه اللحظه هيك بتتطلب، ولانه في انتخابات. وخلي الشعب نكون كلنا جوا تنقدر نطلع البلد من الأزمة اللي هي فيه. من الأول قلنا هيك نحن. بس معقولة بحكومة وحدة وطنية ما يكون القواعد عادلة على الجميع؟ بدها تكون عادلة على الجميع. طيب هن برأيهم ممثلين ثلث المسيحيين، بحق لهم بالثلث. بس هيدي النقطة كتير مني. الحق أي الحق؟ إذا هو بيقول أنا حقي 5 وهو حقه 3 لنقول مين بيقول 3؟ تك تك كيف أي الماتيماتيك بتقول ما هذا كيف أي ماتيماتيك؟ لك الحق، الحق يا زلمة بالانتخابات. اليوم نحن بتقديركم أنتم أخذنا ثلث الأصوات المسيحية بالانتخابات. أنت حقك مش صوت، أنت نعم. زياد بس تنزل صوت، حط الورقة، ما معك صوت واحد مزبوط. في وعد لك أنت صوتين بس بتكون مزبوط. عم بيكون عم يخترع قصة كذبة، لأنه أنت حقك صوت واحد، صح؟ فأنت كم واحد عندك؟ عندك 15 نائب
ايه وانا عندي 29 نعم ايه مش عندي دوبل عنك تربية. طيب طيب بدي اطلع لي دوبل وزراء يا 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 صح أستاذ. صح او لا يا استاذ صح او لا مضبوط طيب so شينا فيها هي. شو عم نحكي عم نقول نحن عم نقول اخذنا اربع خطوط ثانيه اخذنا نحن كثير هين القاعده امبارح حطيها بالماتيماتيك تاخذ ال 30 وزير اذا نعم. عملنا حكومه 30 نعم. وزير ايه بتشيل حصة رئيس الجمهورية لانه كلنا هيدا الموضوع اللي تيجي هلا بدي احكي انا مش مفروض يكون بلا ما مفروض يكون شو ما بدك حصة رئيس يعني انا بدي بس تك بس الرئيس ما انه رئيس طائفة تك لحظة تك تك رئيس جمهورية لبنان ما انه رئيس ما انه رئيس جمهورية المسيحيين اولا رئيس جمهورية لبنان غير انه يكون رئيس عنده كتلة نيابية ورئيس حزب سابق ومشارك بالسلطة اللبنانية مش رئيس جاي بدون كتلة نيابية شيء اخر وانه اليوم بتاخذ 5-6 وزراء مسيحيين يعني اذا بتعطي رئيس جمهورية مثل ما قال الوزير باسيل امبارح 5 وزراء يوازوا 25 نايب يعني وكانه كتله الجمهورية لبنان القوي عندهم 30 نايب من هون و25 لرئيس يعني صار 50 نايب هلا طبيعي لا يا شيخ لا طبيعي انه زياد يشوف بحكومه الرئيس سليمان لازم ياخذ الرئيس سليمان 5 وزراء لا ما ولا مره اخذ الوزير لا 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 رئيس ميشيل عون رئيس سليمان 3 وزراء برضه رئيس سليمان بولا حكومه من حكوماته أخذ أكثر من 3 وزراء من ضمنهم أخذ وزير داخلية وزير دفاع وزير تنس وزير تنسية بس أخذ كان سمير مقبل 3 وزراء بما فيهم وزير شيعي خلينا نتفاهم على الموضوع هي بأول حكومة عم تحكي خلينا نتفاهم على الموضوع اليوم رئيس جمهورية لبنان هو قبل ما يكون رئيس جمهورية لبنان إجا بتسوية رئيسية معين وكان رئيس تكتل رئيس التيار الوطني الحر شو بيتعاقب على الموضوع لا يا أخي بس بالعكس خلينا نتفاهم ما نحن عملنا معارك نحن حريصين على دور الرئيس ونحن كنا حريصين إنه ننهي الفراغ الرئاسي وإيصال الرئيس ميشيل عون ونكون شركاء بإنجاح العهد وشركاء بإيصال رئيس قوي إلى سلطة الرئاسة ما بقاش نضل قاعدين غرقانين بفنجان القهوة ما لازم يفرغ له الصلاحيات اليوم رئيس جمهورية منه رئيس جمهورية المسيحيين تياخذ 5 وزراء مسيحيين والباقيين بنتقاسمهم مين نحن مين الوزير مين الخمسة وبنتقاسم الباقيين مع الخمس وزراء مسيحيين بلا لا لا الوزير بيصير مع الخمسة قال طيب. المسيحي لا الخمسة بس اللي بياخذ 5 وبيتقاسم الباقيين باقي 25 وزير يعني لازم يشدوا معنا كلنا لازم كلنا وزراء رئيس الجمهورية لا 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 نحن عم نحول القصة وكأنه مشكلة بين تكتلنا ورئيس الجمهورية نحن اللي عم نقوله نحن مالعين انا بدي اعطي فكرة من اقتناع اليوم انه القوات خليه يحكي لحظة بس بلشت عم تقول مأكول حقكم وبدكم يحجموا صوتكم وكل زور زور مش عم خليه يكفي فكرتي بعد بيجي فكرة اليوم خليه بس هو كان بلش بفكرة قطعته بنص نحن مالعين من اقتناع انه القوات اللبنانيه وكتلتهم كتله الجمهوريه القويه بتشد معنا دائما تنعزز صلاحيات الرئيس لانه صلاحيات الرئيس قد ما نحن ثبتناها قد ما ثبتنا الاعراف قد ما نكون عم نقوي رئيس جمهوريه اللي هو بالنظام اللبناني هو مروني صح؟ وبكره هن عندهم اكيد طموح انه يطلع لهم يوم من الايام يكون رئيس جمهوريه من كتلتهم ويومتها اكيد ما حينبسطوا يكونوا هن حجموا صلاحيات الرئيس او فرطوا بالاعراف الثابته والموجوده صحيح نحن عم نقول هذا الرئيس بده يطلع له وزراء صح؟ صح. الرئيس الحريري امبارح على الام تي في قال بين 4 و5 مزبوط ما قال مسيحيه ولا نحن عم نقول مسيحيه ولكن تمام. بين 4 و5 هدول بدك تشيلهم انت من ال 30 تتبلش القسمه بدك تشيل 2 لرئيس الحكومه يعني هو وزائد 1 صح مزبوط صاروا قد ايه شلت 7 قد ايه بعد في 23 23 بدك تقسمهم على الكتل يلي هي عندها حجم كافي ليطلع لها وزير صح؟ نعم القسمة ساعتها كتير سهلة immediately بيطلع 3 للقوات 6 للتيار 2 للاشتراكي يعني 4 يعني 4 للمستقبل قدام مجموع وزراء فخامة الرئيس والتيار طب ما ليه عم تجمعهم سوا؟ يعني ليه انت مصر انه تجمعهم سوا؟ افترضنا انه لم يكن فخامة الرئيس هو ميشيل عون كنت بتقبل انه ياخذ 5 وزراء اليوم انخاضت يا استاذ رواد طول بالك اليوم انخاضت الانتخابات من 5 أشهر صوتي للعهد صوتي لفخامة الرئيس كل اللي راح او معظم اللي انتخبوا لوائح التيار الوطني الحر رايحين صوتوا للعهد كيف اليوم تيجي تفصل العهد وجواب ما بجوابين كان في لوائح مرشحه باسمي انا ما بدي ارجع على الماضي ما الجواب كان انه انتم كمان شو انتم كمان داعمين العهد تربيان بس احنا ما خضنا الكامبان الالكترونيه الحمد لله لا يا استاذ لا نحن كنت انا شخصيا بجبال وانت يا رواد من جبال وبتعرف انا عم بتحارب اني انا مرشح ضد لوائح العهد لا
اليوم ما فيك تفصل العهد عن رئيس يعني عن التيار الوطني الحر. اللي صوت لك صوت ضد العهد؟ لا، معظم اللي صوتوا للتيار الوطني الحر صوتوا لفخامه الرئيس، وبالتالي اصلا اللي صوت لك انت صوت ضد العهد؟ اللي صوت لك انت صوت ضد عنده نقاط استفهام حول انجازات العهد بالتاكيد يا اخي. بس شفت هلا اكيد بس شو لكن رح نروح على محل ثاني. بهيك نفسيه ايه، ما عم شك حق كل واحد، نحن بالديمقراطيه كل واحد له حق يكون عنده ميوله وارائه بالعهد، بس بهيك نفسيه بدنا نفوت على الحكومه مع بعض ايه، وبدنا نكون شيء مع العهد شيء ضد العهد، وهيدي كارثه بحد ذاتها. ما له كارثه ممارسه، ونحن بدنا نكون شركاء اساسيين بس هيدي كارثه بحد ذاتها. لعلك ليه؟ لعلك ليه؟ لا لانه ما في شيء، لانه ما في شيء اسمه العهد، كانه ممنوع يكون في رأي اخر. العهد هو المشاركه، ما عم بقول لك يكون عندك رايك رواد عمر مرمر. العهد هو مشاركه، هو رؤيه مشتركه اكيد. لا مطلوب لك حق يكون عندك رايك. هلا بلشت جمل تالت، انا بحترم رأيك لو رأي آخر. عم بقول نحن إذا خلصنا مع بعض، قلت إذا خلصنا مع بعض بالحكومة بينا بهيدي المقاربة عندنا مشكلة، لأنه العهد نحن بنشوفه مع خطاب رئاسي على خطاب بيان وزاري محدد. لأنه العهد بدي أوضحها للجميع، إذا فشل العهد فشل كل لبنان 100%. اذا فشل العهد والاستثار بالعهد، وكانه العهد لفريق معين من اللبنانيين عم تفشلوه. ما انا بقول منه لفريق واحد، انا بقول الهار اللي خدته الانتخابات على اساس انه كل واحد. انا مش عم بقول اربعه او خمسه للعهد، مزبوط. يعني للرئيس والعهد معناتها كل اللبنانيين. بدي اسالك سؤال، لو العهد ما كان عهد الرئيس ميشيل عون، سؤال كان عدد النواب اللي اخذتوه بالتكتل زيته؟ بدي اجاوبك بطريقه كثير قويه. بتعرف اكبر انتقاد عنا اياه نحن من المناصرين التيار، انه كيف اجى رئيس عون رئيس جمهوريه؟ لا لا أه. لا كيف قبلنا بقانون النسبيه؟ ايه لانه نحن بقانون الاكثر هيك كان كتلتنا اكبر من هيك. عم بحكي التيار اللي معهم بطاقه تيار. ايه ليش قبلنا نحن؟ لانه بهالقانون بيطلع 52 نائب بيطلعوا من اصوات المسيحيه، وهذا الشيء وهذا الشيء كلنا حكينا عنه. عم سالتني السؤال، خذ الجواب. الجواب هو انه نحن بنقبل نعمل شيء ضد مصلحتنا، ايه لو كان رئيس سمير جعجع او قوات لبنانيه او زياد حوات او مين ما كان. نحن نفس الشيء بدنا نخانق ليضل بالعرف عنده، هو بينقي خمس وزراء وبيضل الباقي بيتقسموا على الكتل اذا عم تعمل حكومه وحده وطنيه. من اي متى الرئيس عنده خمس وزراء؟ وبرضه نحن حريصين يكون عنده 10 ويكون عنده 30 وكل وزراء. سؤال اليوم، لو كان سمير جعجع هو رئيس الجمهوريه بلبنان، نعم، وكتله القوات او الجمهوريه القويه هي 15 نائب، نعم، كنتوا قبلتوا انه رئيس الجمهوريه اذا كان سمير جعجع يكون عنده فقط خمس وزراء او اربعه مثل ما انتم موجودين؟ ايا يكن كنتوا قبلتوا ايه او لا؟ ايا يكن رئيس جمهوريه، ما نحن شركاء بوصول فخامه الرئيس الى صدة الرئاسه، والتسويه اللي حصلت انا زي عم نشد معك، بس ما راح تفسخونا اثنين. نفسخ بشو؟ ما عم بيطلع اللغه، بيطلعكم ثلاثه بيطلع لنا سته، وين عم نفسخكم؟ اللغه الغائيه. لك وين الغائيه؟ ثلاثه لالك سته لالي، وين وزراء؟ يعني مشكلتك مع الرئيس، اذا فخمت الرئيس يا زلمه ما انت يعني زياده قوات، مشكلتك مع الرئيس مش مع التيار. مزبوط مزبوط، ما انت عم بتقول هذا الرئيس القوي يا استاذ، الرئيس القوي. ما اليوم ايبسو فاكتو الوزراء، نحن بدنا انه الوزراء يكونوا تبع فخامه الرئيس وزراء لكل الناس، مش للتيار الوطني الحر بس يدافعوا عنهم. بتعرف شو بتوقع انا كنت منهم؟ شو؟ يجوا يشيعونا ثلاث وزراء اربع وزراء نص وزير، مش مهم. شو بدنا نعمل؟ يعني خليه يكون عنده فخامه الرئيس خمسه ونحن سته وهن ثلاثه، شو مهم؟ ما شفنا وزارات في عندنا 100 وزير واخر شيء ما قدر نعمل شيء، يعني شو استفدنا؟ المهم يكون في اتفاق بيننا وبين شركائنا بالوطن. شو عم تخلوا لشركائكم؟ شو عم تخلوا لشركائكم بالوطن؟ مش عم بحكي لك، مش عم بحكي انا وياك، شركائنا بالوطن يعني الثنائي الشيعي يعني تيار المستقبل. نحن بدنا نعرف شو بدنا نعمل بالنازحين السوريين، بنخليهم هون. شو بدنا نعمل بالكهرباء؟ وشو بدنا نعمل بالمي؟ وشو بدنا نعمل بالبنيه التحتيه؟ وقت كانوا 15000 على الحدود وطلعنا قلنا يا شباب اكبر خطر على لبنان جاي علينا، طلعتوا قمتوا القيامة علينا انتوا انه لا خلوني يفوتوا بسيطة، جايين كم شهر وفلين وقال بيتغير النظام وكله بيرجع طبيعي، قلنا لكم هيدا خطر اكبر من ما فينا لبنان نستوعبه. هلا صرتوا بنرقنا كتير منيح، بس خلينا نفوت على الحكومة الجديدة وهلا نشد مع بعض. نشد مع بعض بدنا نفوت حديث عبسي. عم نوصل لمطرح لانه عم نوصل. طب انتوا شو بدكم؟ لا تكونوا راضيين، شو بدكم؟ شركاء حقيقيين بتكوين السلطه وبنجاح العهد. لا تكون شريك حقيقي، شو بدك؟ شو طالب؟ بدنا نكون عندنا وزارات وزنه تنكون يلي هي. سمي شو طالب؟ خمس وزراء؟
اتفقنا انه يكون اربع وزارات من ضمن، ممنوع اصلا يكون في كلام فيتو، نحن كلام الفيتو ما بنقبله من حدا، انسى كلام الفيتو. انت شو طالب؟ شو بدنا بيرقصنا من الوطنيه من الاعلاميه ومن الاخلاق ومن النزاهه؟ يا استاذ زياد انتوا شو بدكم؟ سمي بدك اربع وزراء، شو هن؟ أربع حقائب كمان. أو أربع وزراء بعد التفاهمات اللي حصلت مع دولة الرئيس الحريري، والرئيس الحريري اللي اقترحهم مش نحن. شو بدك إياهم؟ اثنين منهم أساسيات. ما بدي فوت بالتسميات، هيدي خليها لدولة رئيس مكلف، أنا ما شغلتي علمه شو لازم يعمل. بس أنت عم تطالب. إنه نحن لن نكون شهود زور، لن نكون مكسر عصا، ولن نكون خيال صحراء داخل الحكومه، يا بنكون ممثلين وقلنا راينا وبنكون على تفاهم بكثير من الملفات وعلى 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 جدال بكثير من الملفات. يا بتكملوا تعطيل يا بتكملوا تعطيل. لا مش تعطيل، شو تشكيل ابدا. نحن قلنا شو امكانياتنا وشو حجمنا ومن شو بنقبل، والقصه من ملعب دوره الرئيس خلي اشكل حكومه، ونحن ما بتعجبنا نحن بنروح بنطلع وبنعارض من برا. قبل البريك ب 30 ثانيه بس بدنا نفوت بريك. بذكر الناس اللعبه هي ايحاء للناس انه مين عم يتنازل ومين عم بيعارض. نحن وقت رئيس الحكومه قال امبارح يا استاذ ديكولا، رئيس حكومه لبنان قال انه نحن تكتلنا وتيارنا قدم كل التسهيلات المطلوبه. حجم العادل هو وقت كتله حجمها العادل هو ثلاث نواب، ثلاث وزراء. مش انت بالارض، ثلاث وزراء مش انا الماتيماتيك عم تقول. لا ما بدنا رئيس حكومه منه اللي حاسبه. انا لو فخامه الرئيس انا لو منه محقلك لو مني شو بعمل لحقلك احسن ما تزعل. نحن انتوا حجمكم ثلاث مش صحيح الكلام. نحن وقت عم نقبل باربعه مين عم يتنازل؟ اذا هو بلش بعشره انه انا عندي 10 وزراء، انا شو بعمل؟ مش انت ما هذا العشره يا استاذ، مش انتوا بتحددوا الحجم الحقيقي. بس ما بيحددها دوله الرئيس، مش انا. ودوله الرئيس قال انه تكتلنا، مش انا ولا انت. الناس صوتت من 5 اشهر، ولا انا ولا انت. الناس عطتكم 15 عطتكم 29 لانه صوتي للعهد 100%. قرروا انا ما عندي كلام تحت الطاولة. الناس كلام فوق الطاولة، الناس راحت انتخبت صوتي للعهد. ما بقى فيك اليوم تفصل بين العهد، احترمهم انه اليوم نفصل بين العهد، ومن 5 اشهر كانت معركة انتم تكون سقطوا العهد. لكن يسجل للقوات اللبنانية ولا تكتل الجمهورية القوية انه هن بدهم اخترتوا هذا السلوغان ينزلوا عدد وزراء رئيس الجمهورية. بعد فصل رح نتابع بيه هيدا النقاش لنشوف مين رح لحظة بدنا نفوت بريك ونرجع. رئيس الحكومة امبارح باخر لقاء مع استاذ مارسيل غانم هو اللي قال، مش انا اللي عم بقول، انه التكتل تبعنا والدكتور جعجع قدم كل التسهيلات المطلوبة من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة. مشكلته مع رئيس الحكومة وهو اللي قال نفسه رئيس الحكومة، 5 وزراء لرئيس الجمهورية يتقاسم للتيار الوطني، يتقاسموا طيب. بين بعضهم المراكز. فاصل ونكمل بالمباشر. يلا بالمباشر نعود للمتابعة مع ضيفينا نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية النائب نولا صحناوي، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط. تحت الهواء كملنا نفس السجال فوق الهواء. هلا المشكل انه عم ينعكس على الشارع اوقات، ويمكن هذا الشيء اليوم بالفرزول، مشان هيك معنا مباشرة عبر الهاتف النائب ميشيل ظاهر عضو تكتل لبنان القوي. استاذ ميشيل مساء الخير. مساء الخير، مسيك رواد ومسي ضيوفك ديكولا وجياد اخوتنا. شو اللي صار اليوم بالفرزول؟ اخي ما صار شيء الا كل خير بالفرزول. اذا هذا كله خير يا مشال. يا اخي هذا اللي صار، يعني اقول لك شغلين، في شباب القوات بده يعملوا تمثال لشهداء الفرزول كانوا. نعم. وهذا الحكي كان من سنتين. واجوا عندي الشباب وطلبوا مني اتبرع حتى بجزء من حق التمثال، اكبر متبرع كنت بحق التمثال انا. نعم. عاد بده يركبوه بالفرزو، ما عندنا مشكله. طلعوا على البلديه اخذوا ترخيص، في شقفه طاقه كبيره كثير، اخذوا ترخيص حتى يحكي معي رئيس البلديه، قلت له ما عندي مشكله. نزلوا على كعب الشقفه بده يركبوه قدام البلديه. اعترضنا قالوا لك يا شباب هون قدام البيت لا في تجمعات منيحه ولا في موقف سيارات، يعني ما ليش ما نعمل استنزاف ببعضنا يعني. نعم. اذا بتعملوا معروف نقلوا التمثيل لفوق على اخر الشقفه، او اذا بدكم كمان شغله ثانيه، يا اخي انا مستعد اشتري شقفه ارض. هاي 50 أبو شيك وروح اشتروا شقفة أرض وحطوا التمثال يكون في مواقف، أو البلدية روحوا عند رئيس البلدية وحكي معه رئيس البلدية
وقال لهم يا شباب مطرح ما بدكم حطوا لي محل بدكم اياه بالفرزون لاجمع المجلس البلدي واعمل قرار ركبي. نعم. هلا الظاهر القصه ما نقص التمثال. وشو القصه؟ يعني اللي سلم التمثال اللي كان عامل التمثال واللي تبرعت له انا هو كمان بالقوات رفض يسلمه لفريق القوات بالفرزون التمثال. قال لهم انا ما بدي اعمل مشاكل بالفرزون، راحوا كاي. تمام. عملوا واحد ثاني نصب تذكاري ثاني ورجعنا حطوه بالقوه، القصه بطلت. يعني انا عم بفاوض انا وياهم، طلبوا مني انه يا خيي لاقي لنا مخرج. نعم. خيي انا انتم اولاد الفرزون، انا بهمني الامر يعني ما بدنا نكسر لبعضنا، نحن كلنا بهمنا نطلع ناس كرامتنا، اجوا لعندي على البيت وطلبوا مني انزل ضوي شمعه معهم انه عملنا مخرج وبنلاقيك بنص الطريق، وبعدين انت بس تنزل معنا تضوي شمعه معنا نحن راح نغير محل التمثال. نعم. هذا اللي صار من شهر ونص. تفاجأت امبارح صار عندي معلومات. لحظه بس خلينا شو اللي صار امبارح؟ ايه تفاجأت امبارح صار بطل اللي عندي معلومات انه جايين ركبوا التمثال بالقوه. نعم. بلغت القوى الامنيه واجوا القوى الامنيه وصلوا بالتمثال ووقفوا هن والقوى الامنيه. هلا اتهموا انه ابني الاول في قوى امنيه كانت موجوده. نعم. ابني لاول وحكي قال لي ابني وصلت لحالي انا حتى مرافقه معي ما كان معي. خط بيناتهم يا شباب روقوا ما بعرف الفيديوهات انتشرت على مواقع الاجتماع. صح. يا شباب روقوا ما بدنا ما بتحرز القصه. وبعدين تركت انا تركت الموضوع للجيش يتصرف معهم. لانه في قرار من البلديه بوقف الاعمال نتيجه انه في مشكله وفي اعتراض من الاهالي بحوالي موز الكارتن. نعم. موضوع خلص. نحن اولاد الفرزون عائله وحده اهل عرفت كيف؟ ما بنسمع لحدا. يعني انا بتاسف اليوم انه اجاني نواب من منطقه معينه يعني مزادات وشعبويات ونحن اهل الفرزون ضالينين فيها. اهل الفرزون اخوتي اهل الفرزون. استاذ ميشيل بس نائب زياد حواط عنده تعليق يبدو على الكلام اللي قلته. تفضل زياد. كيف احوالك ميشيل؟ انا اللي لفتني بكل كلامك هو موضوع الاستفزاز، انه اليوم تمثال لشهداء بمرحله معينه من تاريخ لبنان قدموا كل ما في حياتهم ومستقبلهم من اجل بقائنا ووجودنا وبقاء لبنان، لا بدك تعتبره استفزاز. لا فعلا عم بحكي كلام بكل محبه وبكل صداقه. هو اعتبر انه هذا استفزاز انعمل قدام بيته. لا 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 بلا هو بلقيت البيان بلقيت 5000 متر اللي حطها تحت شباكه. لحظه انت حطها تحت شباكك. انا مطرحك بفتح لهم ساحه البيت وبقول لكم بقول لهم شرفوا هذا تمثال لشهداء راحوا بحقبه معينه من تاريخ لبنان. خلينا نسمع وضح كلامه. خلصت كلمه استفزاز هي اللي كلمه الاستفزاز هي اللي زعجت كل الناس انه ليه هودي بده يكون محط استفزاز ما يكونش محط صلاة ومحط هيك عودة إلى الذات ومن أجل بناء الغد وبناء المستقبل ويكونوا شهادتهم من أجل بقائنا. 18 مليون متر بفرزول ما لقيت إلا تحت شباك وتحط له إيه. طيب أستاذ ميشيل شو ردك على الموضوع؟ أنا بدي يطول بينه زياد أنا عارف الرد. حبيبي زياد ليك لك شغلة أنت شوي بعيد عن البيت. التمثال عم ينحط حد نقط بيتي بعد حد مدخل بيت ابني 10 امتار عنه. لا في مواقف لا في شيء. عم تسمعني؟ نحن ابدينا اعتراض على التمثال. المفروض هن يلاقونا بنص الطريق او تمشي اذا التمثال بيعجبك نحن بننقله. عرفت؟ وانا قدمت لهم شقفه ارضي روح حطوا التمثال فيها والبلديه تبينت معهم شو بدكم. اي موقع بالبلديه روحوا يا شباب لنعمل قرار الليلي تركبوا التمثال. القصه طلعت نشرت التمثال قصة تفتيع على المشكلة لا أكثر ولا أقل. نعم. بعدين هو أخوتي وأهلي أنا اليوم اتصلت مع قيادة الجيش أنا والنائب نزار معروف مع قائد الجيش وطلعوا 5 شباب وبقي في واحد كان متعدي على الجيش خيي وبتعرف في كرامة للجيش ومفروض على بكره بعد بكره ينتهي الموضوع. نعم. شكرا لك انا بشار ظاهر على هذه المداخله مع الوزير. يمكن للاسف انه السجال السياسي اللي عم بيكون بين القوات والتيار بغض النظر عن الشق السياسي بتفاهم معه في مصالحة تمت رح نرجع لورا بهذا الإطار؟ ليك بحط علامة استفهام أنا أنه بهاللحظة الحرجة ليش في إصرار بنص الليل يركب تمثال الواحد فرزل فيها 18 مليون متر مربع 18 مليون متر مربع. نعم. ونائب ميشيل ظاهر قدم تبرع للتمثال بالذات يمكن أكبر تبرع لمو هن هو من ميشيل ظاهر ومن نعم. أول طريق هو ماشي معهم انه ايه اكيد نحن الشهداء بيعزوا علينا كلنا سوا لانه الشهيد اخر شيء منه شهيد
ميليشيا او شهيد حزب، هو شهيد لبنان. نعم. واكيد في له اصدقاء وعيال، لانه ميشيل في بعض الشهداء من عائلة الظاهر مثل ما سمعت اليوم. نعم. هو ميشيل لانه صاحبي مع الكل وبيعرف الكل بالمنطقه، يعني اكيد بيعز عليه انه هدول اولاد اصدقاء او ناس بيعرفهم او ناس بيعزوا عليه. فهو منه ابدا ضد تمثيل الشهداء لو كان حزب، واضح بالكلام منه منتمي له، بس قال لهم بدفع لكم حق شقفة أرض. وقال لهم اذا من بعده شوي، لا في اصرار بنص الليل يركبوه، يعني في استفزاز. انا بوافقه 100%. السؤال اللي علامه الاستفهام انه ليه بهاللحظه نرجع موضوع الدم، نرجع موضوع موضوع الدم من شهر ايلول الى شهر 8 مش شهر ايب. لا بس هي صارت بين عشيه، لا هي صارت بين عشيه، صارت بين عشيه، صارت بين عشيه، صار في حادثه. انا ماني مطلع على الملف، صار في حادثه شبيهه بفرن الشباك من اسبوع. نعم. كمان على الشهداء، انه تمثيل للشهداء، للشهداء بالفرزول عملت هالقصه كلها وتسميه شارع باسم متهم بقتل رئيس حكومه لبنان، قطعت إنا بيرسو شيء ملفت ونقطة الفريق استفهام. اللي عايز هلا يحيي موضوع الدم باللحظة، أنا ما شايف، أنا ما شايف إنه ما شايف باللحظة، يعني نحن باللحظة إلا بدنا نرجع المحل. أنا برأيي، أنا برأيي كل جمعة بنخبر مش نحن مش بهيدا المحل، هيدي غلطة. مين اللي قال امبارح بده يرجع يحيي؟ وأنا بدعي قيادة القوات انه تروي الجو شوي. عم نسمع عن شخص، يعني انا متجاوب اكثر منه، يعني هو كثير متجاوب زياده عن زوم، تبرع بالتمثال وتبرع بشقفه ارض، ما بعرف ليه هالقد، يعني من ساعات برافو عليه. بس انا عم بقول انتم لازم من ميلة تانية هلا مش وقت يرجع يعيش هالمواضيع. اكيد. ونحن في صفحه من تاريخ لبنان طويناها، نحن عم نقول تعال نطلع لقدام، ونهار اللي حصلت المصالحة المسيحية آنذاك كنا حريصين إنه في صفحة لازم تنطوى من أجل لبنان ومن أجل مستقبل لبنان ومن أجل مستقبل شبابنا. اليوم متمسكين بهذه المصالحة أكيد بكل لحظة وبالتسوية واتفاقية مع راب متمسكين، بس الفريق الآخر أخذ منا ألاكارت، أخذ منا بند الأول وصول فخامة الرئيس إلى سدة رئيس الجمهورية ونسف كل الباقيين. بس في بند كمان إنه أنتوا إلى جانب العهد، هيدا أنتوا ما التزمتوا فيه. نحن إلى جانب العهد، طالما خي لا عم تحكي إنه العهد إيجال صفقات الكهرباء، يعني عم فينوا العهد. نحن شو وقفنا لاخر مجلس وزراء؟ ايه بوجه البواخر، ورح نضل واقفين بوجه البواخر، هيدا مش اقل عهد. حرام تصوروا العهد صفقات، حرام تصوروا العهد صفقات. العهد هو مشروع، هو رؤيه، هو خطه، مش صفقات وخمسرات. ايه رح نضل بوجه البواخر، وهلا البواخر كلنا امبارح شركه سيمنس قالت اللي لازم بدنا نقال اللي كان مخبى. وعيب لحظة، تعرف الواحد ما عليك، عيب تعرف الواحد. 10 سنين وزارة الطاقة كانت بفريق سياسي معين، بعدنا لليوم امبارح عم نشرع وضع عدادات للمولدات، يعني 10 سنين قطعوا وكأنه ما عملنا شيء. تعرف الواحد وقت 10 سنين وقت ما بده يسمع، عيب عن جد. لازم يرتاح الوزير الحالي ويجي وزير جديد إذا بده يضل معكم. الواحد وقت ما بده يسمع ما في شيء بيسمعه. نحن صرنا طالعين على المدابر 100 مرة وقلنا ما لها علاقة بالبواخر ولا لها علاقة بالكهرباء، بس بمجلس الوزراء بين لنا انه القوات شغلتهم وعملتهم انه يقوصوا على وزارة الطاقة. مش صحيح. خليني كفي، مش صحيح لي يحكي لانه كلام غير صحيح. خليني كفي اللي بأي موضوع، خليني كفي، صوتي عالي وصوتك عالي وقد ما بدك بنعلي، بس خليني كفي. انا مع بطشك كل 5 دقايق. يلا بينا انه بمجلس الوزراء شغلتهم للقوات يقوصوا على وزراء التيار الوطني الحر. تبين انه كل الكلام عن دعم العهد خلص بالاخر انه رحنا تواطئنا مع دول او مع مشروع تطيير رئيس الوزراء. نعم. بدون ما نخبر العهد انه بيطير مجلس الوزراء ولبنان بينزل بيصير في فتنه، واخر شيء منقول احنا شو قلنا عليه بالموضوع، شو خص العهد؟ اكيد ما هو العهد مسؤول عن السلم الاهلي كمان. نعم. تبين لنا انه بكل هذه الفتره ما شفنا الا واص علينا، يعني وزراء عمل، وزراء المستقبل، وزراء ماشي كله كانه ما في شيء، بس
بس في وزارة الطيار دج 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 عليهم، قلنا لا يا شباب إذا هي هيدا دعم العهد بليز ما بقى تدعموا العهد، إذا هيدا أوعى خيك بلا خلص خلي خيك اللي بتحبي حالك لوحده. أخذتم الأوعى خيك اللي بدك إياه وأخذت البلديين. ليك ورح بهن لك إياها هلا 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 مش بالتفاوض هلا 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 بالتفاوض هلا الليلة ليلة زياد حوات ليلة مش ما بدي أقول التكتل كله بس التكتل كله أكيد لأنه هيدا موقف تبعهم. ما شايفين الا وزارة الوزير الرئيس الجمهوريه نعم حكيوا شيء عن وزارة دوله الرئيس عن رئيس الحكومه خليك ياخذ وزارة خارج اطار خليك وزارة طيار خليك تكتك ما سمعت شو قلت بعد ما سمعت قبل ما تجاوبني اخذ كل السنه هو عم بقول لك انت في عم بتقول الوزير رئيس الجمهوريه ليه بده ياخذ مسيحيه ولا بده يطلع له هالقد نعم من على بكره الاشياء عم نسمع الشغله مع انه هي عيب لانه المفروض كلنا نعززه لرئيس الجمهوريه بس سمعنا شيء انه دوله الرئيس الحكومه ليش بده ياخذ وزيرين ولا بده ياخذهم سنه اي وزيرين لك عم بس لك بالوزاره الجديده ولا لحظه من لحظات اي رئيس الحكومه اني انا بدي اخذ وزراء كوني رئيس حكومه انا عم باخذ وزراء كوني رئيس اكبر تكتل التكتل النيابي تبعي ما اخذ خارج تكتل exactly. ما بيطلع له اربعه ولا هيطلع له اثنين لانه هو رئيس حكومه موضوع لانه في كمان في عرف عم بيطلع انه رئيس الحكومه بيطلع له وزيرين مشكلة بس هيدا كله ما بنقشعه ما بنقشعه الا وزراء رئيس الجمهوريه وتكتل مشكلتنا بالحسابات على ما يبدو على ما يبدو عن جد في مشكله بالحسابات مش بس تطلعوا بالمسيحي من لا يا خيي اليوم لانه اليوم هي عم تحكوا وزعوا اليوم النهار اللي بتكون عم تخوض انتخاباتك وزع شوي على اساس لانه هيدا اساس شوي. النهار اللي عم تكون عم تخوض انتخاباتك انه صوتي للعهد نفسياً. وانا فهمناها صرت لها خمس مرات يعني خلص ما بقى تفصلوا واليوم اذا بدك تشوف قديش في تيار وطني الحر داخل التكتل وقديش في حلفاء داخل التكتل ما في حلفاء لهم على القليلة 10-12 نايب داخل تكتل لبنان القوي ايه وين مشكلتك معهم الحلفاء؟ لا انتوا كمان ما انت حليف للقوات تربيان تربيان بس انيس نصار نفس الشيء سيزان معروف نفس الشيء صغيري بس اليوم انت عم عندك عليها بالحديث اليوم عندك انت ناس قراب من خطر رئيس الجمهورية بالتكتل منهم هن تيار وطني حر لانه انت عم تفصل بدك تعطي لرئيس الجمهورية عدد وزراء غير غير نواب الرئيس اللي هن داخل التكتل بس انت عم تصدق على اللي عم بقوله ما ببالك الا غير الجمهوريه ما في رئيس حكومه انتوا هدفكم ما بتجي صوبه طيب بس ليه؟ في شغله اليوم من يومين سمير جعجع بيقول انه ما عم يستوعب اتهامه بتفشيل العهد بيقول ان عهدا يصبل النجاح لا يمكن لاي طرف ان يفشله يعني لو عندكم عن جد طموح للنجاح ما حدا قادر يفشلكم هي بالطموح يا ريت لو هي بالطموح بدك عدة الشغل بدك الاليات بدك الشركة بالوطن اللي هو بلد عادي هو بلد مركب نعم. واكبر صعوبه عنا اياها بهالبلد انه نوصل طموحاتنا واهدافنا كلنا سوا هي صعوبه البلد كيف مركب نعم. هو بلد ما انه طبيعي بلد مركب فيه طوائف في دروز وسنه وشيعه ومسيحيه وكل واحد منهم مثاليا عنده حق الفيتو ليعرقل البلد بمجلس نواب مجلس وزراء نعم. اكبر عيب اليوم بدستور اللي طلع بسق من الطائف هو غياب المهل نحن ليش هلا عنا خمسة اشهر بلا حكومه ما بتطلبوا فيها زياد حوات ما بتطلبوا اتركوا رئيس الحكومه يشكل حكومه بالتفاهم مع فخامه الرئيس وننزل على مجلس النواب نصوت حش بقى تحطوا له عصبه وليد ورئيس الحكومه هو قال اكزاكت شفت كيف مين عم بيعرقل مين عم بيسهل مين عم بيعرقل انا بحق له ثلاثه اعمل له اوكي خذ اربعه مين بيعرقل انا عم بعرقل لك حق يا نيكولا انا عم بتنازل انتوا بتقرروا اذا ثلاثه او اربعه او 10 انا بطلع 11 بقبل ب 10 انا عم بعرقل يا استاذ مش انت بتقرر بالدستور رئيس المكلف هو بيشكل الحكومه بالتفاهم مع فخامه الرئيس شو عم تقول لي 3 4 5 مين قال شو قال وزير باسيل امبارح شو قال باسيل حط بانوراما لكل التيارات السياسيه بالعكس كل واحد ايش بحق له خليه يروح رئيس الحكومه اتركوه هو ورئيس بالتفاهم مع فخامه الرئيس مع رئيس الجمهوريه بحط معايير وبيطلع بحكومه تنطلع من هي الموضوع الجدل العبسي حرام البلد ما بقى يحمل الناس ما بقى والوجع على الناس ما بقى تحمل أدوية سرطان ما بقى تحمل ليك الفرق حرام بقى قاعدين عم يتسحبوا بأمور ما فيكم تستأجروا البلد وزير باسيل قال انا خليه يركبوا حكومه يطلعوا فيها اذا نحن ما لنا مرتاحين نطلع فيها بس كفوا بلانا هذا الفرق ما سمعنا القوات اللي بنعمل نفس الشيء يلا قول
قول اذا ما عجبنا نحن قلنا من اول لحظه اتركوا الرئيس الحريري يشكل الحكومه. يلا خلي شكل اذا مش عزقنا نحن متفاهمين اذا مش عزقنا نحن بنطلع لبرا بالتكيه بس بتخلوها مكفيه بس تكي بتخلوها بنروح على المعارضه بتحكوا مع اصحابكم بكل العالم. اسمعني اذا عندكم اياها انتم عندكم اياها اللغه بالداخل وبالخارج نحن ما عندنا حدا باربع شهور بيفرجع الحكومه باربع شهور الماضي ما عندك اصحاب انتم مديتوا التصويت ما عندك اصحاب عندنا اصحاب بس ما بناخذ ما بناخذ ارشادات وما بناخذ اوامر من حدا عم بتحكون ليسحبوا ما بنحكي مع حدا نحن بنحكي مع الشعب امبارح الناس باربع ايار حكيت كلمتها خضعوا لاراده الناس ما بقى فيكم تضلكم بهيدي اللغه الالغائيه اتركوا الرئيس المكلف نحن وياكم هذا اللي عملوه تعال نتفق نترك الرئيس المكلف يشكل الحكومه بالتفاهم مع رئيس الجمهوريه وبنخضع لقرار رئيس الحكومه اتركوه ليك هيدي في عملوه هلا في ايجابيه واحد قال خلينا نحتكم برأي الناس بستة ايار وهذا الشيء هذا الشيء اللي نحن عم نقوله بس مع ان في كل واحد فينا غلط رأي الناس لا تكي مش رأي الناس رأي الناس كيف تفهموا غلط رأي الناس بيطلعوا بصوتوا لكتل لنواب نواب يعملوا كتل مزبوط وهالكتل بتعمل مزبوط هاي اول شغله فينا نعول عليها تنكون ايجابيين ثاني شغله بعد الصريخ تاني شيء عم بيقول خلي رئيس الحكومة يروح بالتفاهم مع رئيس الجمهورية يشكله تشكيلة والمش عاجبه يعني على معايير على معايير موحدة قال 100% واللي مش عاجبه مش عاجبه نحن عم نقول نفس الشيء طلعنا بتفاهم طلعنا من بعد كل العيط طلعنا متفقين طلعنا متفقين نترك رئيس المكلف بالدستور بالطائف تمام بس ما انه متفق هو نائب عماد وكيم اللي رد عليك هلا على التويتر مع الوزير بيقول يا صديقي يا حاج اطلعوا من هالاخبار بس تكون الامور شفافة ودعم لقيام الدولة كلنا خلف العهد بس ما فيكم تحت هالشعار تطالبوا بالسيطرة الكاملة على الحكومة وتحولوا القصة قميص عثمان نزعلكم التسوية طبختوها هون نزعل سلمني على عماد سلمني عليه بالتويتر بعتله طيب كون كنا عم نحكي شوي عن التسوية الرئاسية وأخذت أنت قلت لهم أنه التيار الوطني الحر بياخدوا على كارت يعني بيعجبكم الرئيس الحريري لما سألوه عن التسوية بيقول أعلم أن عون عندما يضع يده بيد أحد لا يتراجع بتوافق سعد الحريري أو شو؟ بالتأكيد رئيس الجمهورية نحن بالتأكيد ونتمنى هذا الموضوع لأنه نحن عندنا كل الثقة نهار اللي تم التفاهم والتسوية والمصالحة التاريخية اللي يمكن القرن المقبل سوف يتكلم عنها عندنا ملء الثقة فيه بس تركوا فخامة الرئيس يشتغل حشتقحموا رئيس الجمهورية إذا نحن انتقدنا أي موضوع داخل الحكومة يعني نحن ضد العهد يعني إذا نحن ضوينا على أي موضوع في فعلا ريحة طالعة يعني نحن ضد العهد نحن جايين نحمي العهد بحمايته من هيدي الامور وبعدم اقحامه بهيدي الامور حرام العهد تورطوه عهد كل اللبنانيين حاطين امالهم عليه اللبنانيين حطوا امال على فخامه الرئيس انه ممكن يكون هذا المنقذ اللي بده ينقذ لبنان مش كل ما بدنا نغلط غلطه نقحمها بالعهد واذا بنعترض على هيدي على هيدي الغلطه صفينا عم نسب العهد او ضد العهد اتركوا العهد يشتغل واتركوا العهد فعلا يعني ما تربطوا العهد ببس التيار الوطني الحر هيدا ليس عهد التيار الوطني الحر هيدا عهد كل اللبنانيين هيدا عهد كل الوزراء وكل النواب خلوه ينقص حرام تغطوه بقى وتغطسوه بالفشل اللي عايشينه خلوه ينقص هذا المشكله البلد اليوم شو المشكله عم بيغطسوا العهد بكل الزواريب السياسيه الضيقه باللحظه داخل الحكومه هلا عم بيقول نحن ضد العهد اذا وقفنا ضد الكهرباء صفينا ضد العهد اذا وقفنا ضد اي موضوع اخر 80% من اللبنانيين حاطين نقط استفهام عليها صفين ضد العهد اذا هيك ضد العهد مشكله كبيره ليش العهد جاي يحمي الفساد العهد جاي يحمي السمسارات العهد جاي يحمي الامور المش مقبوله خي سؤال موضوع تنظيم البواخر رددته لجنة المناقصات ثلاث مرات لعلك شغلة بالماركتينج جوبلز 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 شرح الموضوع وزياد لقطه مزبوط بالماركتينج اذا رددت الشغلة 20 مرة اخر شيء الناس بتعلق براسها اوكي بس هذا الموضوع حكينا فيه من 5 دقائق وجاوبت عليه بطريقة كتير مفصلة قلت مش مشكلة إذا وقفوا بوج المواخر، أوكي؟ مش مشكلة إذا وقفتوا بوج المواخر. نحن ضد العهد. مش إيه أنتوا ضد العهد. نحن عم نحمي العهد. أنتوا ضد العهد. عم نحمي العهد. أنتوا ضد العهد. حرام. أنتوا ضد العهد. أنتوا ضد العهد.
بس نحن مش عم نقول انتم ضد العهد لانه وقفتوا بوجه البواخر. ايه لا لا واقفين بوجه البواخر من يوم ليوم ليالي. نحن عم نقول مش انتم ضد العهد لانه وقفتوا بوجه البواخر. نحن عم نقول شفت عم بقول هيك لشوف ما قالش ما قال لك اياها بشوي شوي لا ضد العهد ما عم تسمع لك لا ضد العهد الحج عشان وما عجبتك تفاصيلك بس انا بتمنى منك ترجع تحضر الحلقه لانه شرحت لك اياها من خمس دقائق. ايه نحن عم نقول انتم ضد العهد لانه بكل شيء صار بمجلس الوزراء انتم ما قوصتوا الا على الاشياء اللي نحن عم نعملها. لا هي صحيح صحيح ونص راجع راجع اخر سنتين هاي اول شيء. ثاني شيء ثاني شيء الكهرباء شو عرضنا ثاني شيء ثاني شيء ثاني شيء وقتها صارت الحادثه مع رئيس الحكومه حش بقى احتجز واستقال بظروف ملتبسه بالسعوديه تما نقول اكثر في مين في مين وقف وقف بوجه هذا الشيء اللي عم بيصير لان بده يحمي البلد وفي مين كان مشجع لهذا الشيء لبل ياسر زياد نحن اليوم هو بتوتر نحن اليوم فنحن هذا الشيء وقت بينعمل شيء تيقص الغصن كله سوا تبع العهد من تحت يعني عم بينشروا من اساساته للعهد ما بينتظر منه ما وصلنا وصلتوه نشرته تاني نهار مش مزبوط الكلام لا بدنا ننشر لا بدنا نتعب لا بدنا نتعب بدنا ننشره بالوقت اللي احنا وصلنا وقت بتقول رئيس الجمهورية خلوه ينقذ البلد انا بقول لك صحيح بس مش ضروري نحن نورط البلد ما مش ضروري نورط البلد قطعنا الشارع بالسياسة والتيارات وبالكتاب ما البلد تما ينجبر ينقذوا رئيس جمهورية ما تورطوا البلد تما ينجبر الرئيس ينقذوا لأنه نقذوا أنقذوا للبلد وكل الدول العرب وكل اللبنانية شاهدوا له بهذا الموضوع بس أنتوا إذا ورطوا للبلد أكيد بدو ينقذوا حرام تقحموا العهد بكل موضوع خلاف بعد فصل رح نروح أول شيء بعدنا عم نحكي عم تعيدوا حالكم ما هي المشكلة بعد الفاصل رح نروح أول شيء للفقرة الإقليمية مع زميل إياد خليف رح يكون فيها من اسطنبول مداخلة عن موضوع جمال الخاشقجي بعدها بنرجع للملفات المحلية بدنا نحكي عن بين المصالح والمصالحات أنتو والمردة شو عم بصير هلأ عن الواقع المالي والاقتصادي وعن باقي التفاصيل المحلية فاصل ونعود المتابعة المباشرة بالمباشر نتابع وننتقل سريعا مع الفكرة الإقليمية والزميل إياد خليف لك إياد مساء الخير. منذ الثلاثاء ومصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي موضع تساؤل. الأكيد أنه دخل القنصلية السعودية في اسطنبول. أما بعد فعلامات الاستفهام لا تنتهي وسط الشكوك المتزايدة حول إمكان تصفيته في ظل روايات تتعدد وتتشعب. هذا الملف نفتحه بالمباشر ضمن الفقرة الإقليمية عبر سكايب من اسطنبول مع الصحفية التركية رهشان صقلام. مساء الخير رهشان يعطيك العافية. ما آخر المعلومات أو المستجدات حول مصير خاشقجي؟ آخر المستجدات وآخر شيء عرفناه أنه القوات التركية أو السلطات التركية عم تجري تحقيقات بموضوع اختفائه والأغلب أنه عم بيقولوا تم قتله. هلأ في يعني أخبار متضاربة مثل ما حضرتك قلت في رسميين أتراك عم بيقولوا أنه هو قتل داخل القنصلية ومن ثم جثته نقلت إلى خارج القنصلية عند الساعة الخامسة من بعد الظهر نفس يوم الثلاثاء اللي اختفى فيه. وفي يعني مقولة أخرى عم بتقول إنه لهلا متأملين ومتفائلين إنه ممكن يكون لازال على قيد الحياة ويكون نقل على السعودية. هلا الرئيس أردوغان اليوم صرح وقال إنه هو بيتأمل ما يكون أو ما يوصل خبر بعد التحقيقات من المدعي العام يكون بفيد إنه قام بمقتل الصحفي جمال خاشقجي أو قاموا بقتله وقال إنه هو يفضل أن لا يسمع هكذا خبر لأنه طبعا هذا الخبر رح يأثر على العلاقات التركية السعودية رح يأثر طبعا على أمن التركي نعم. ويعتبر في خرق بالأمن التركي في ما كان هذا الخبر صحيح نعم. وهو الخرق طبعا موجود يعني لما طيارتين يوصل على مطار أتاتورك ويخرج منهم 15 شخص يوصل على القنصلية يدخلوا ويخرجوا بعد 4 ساعات بعدم علم السلطات التركية حسب ما لهلأ توصل لنا فهذا ببين أنه في خرق
بالأمن التركي وخرط كبير كمان. نعم، ولكن رهجان، ألم تثبت تحقيقات الشرطة التركية بأن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول؟ التحقيقات لم توصل لذلك، لكن المعلومات الأولية لدى السلطات التركية هي أنه تم قتله بعد التحقيق معه بمدة 5 ساعات داخل القنصلية من الفريق الذي وصل على مطار أتاتورك وأبلغتك عنه. بخلال التحقيقات قالوا أنه هو تعرض للضرب والتعذيب وقتل على إثرها، لكن هذا الخبر لم يأتي من التحقيقات الأخيرة وتحقيقات المدعي العام. هذا الخبر إجا من التحقيقات الأولية، وهذا يلي قاله مبارح ياسين أقطاي يلي هو المتحدث باسم أو مستشار رئيس التركي رجب طيب أردوغان. نعم، وهل صحيح أن الكاميرات في القنصلية لم ترصد خروج خاشقجي من القنصلية أم ماذا؟ يعني ما بدها شارلوك هولمز لا يعرف انه هيدا الحجه كثير قديمه بتستخدم انه الكاميرات لم تكن تعمل، وحتى الامن التركي يعني مستغرب من هذا الجواب، وخصوصا لدوله كالمملكه العربيه السعوديه عم بتقول انه الكاميرات لم تكن تعمل، فهيدا استخفاف بعقل ليس فقط السلطات التركيه بل عقل اي مشاهد او اي حدا عم بيراقب الوضع. يعني الكاميرات موجوده وين ما كان، ويعني هذا ببين انه موضوع قديش عم يستسخفوا فيه السعوديين، انه القوات التركيه او السلطات التركيه قالت نحن اوريدي شفنا الكاميرات وعم نشوف عم نجرب نقدر نوصل للكاميرات اللي داخل القنصليه، فالكاميرات الخارجيه قدرت القوات التركيه او السلطات التركيه انها تقدر تشوف عبرها، بس عم بجربوا يفوتوا على الكاميرات الداخليه او عم بجربوا يتفاوضوا مع الحكومه السعوديه ليقدروا يفوتوا على الكاميرات الداخليه. طيب، وهل صحيح الكلام الذي نسب لخطيبته التركية لخاشقجي الذي تقول فيه اتصل بها قبل دخوله طالبا أن تتواصل مع مستشار أردوغان في حال لم يخرج من القنصلية؟ لا، هو لم يتصل بها، هو اللي صار الساعة واحدة كان طبعا، بس لخبرك الخبرية تحديدا كيف صارت، نهار الجمعة جمال خاشقجي راح على القنصلية وطلب ورقة تثبت انه هو مطلق لحتى يقدر يتزوج خطيبته السيدة خديجة جنكيز. نهار قالوا له تعال نهار الثلاثة الساعة واحدة، هذا اللي صار يوم الثلاثة، راح مع خطيبته قدام القنصلية، سلم تليفونه لخطيبته لأنه ممنوع يدخل التليفون معه على القنصلية، وقال له في حال غبت أكثر من 4 ساعات اتصلي بتورام كيشلوجي يلي هو أحد أصدقائه ورئيس رابطة الإعلاميين الأتراك والعرب، واتصلي بمستشار رئيس أردوغان يلي هو ياسين أقطاي يلي هو صرح أنه تم مقتل الصحفي جمال خاشقجي. طب حسب الأجواء التركية، هل من متهم آخر غير السعودية في هذا الملف؟ يعني حسب المعلومات التي لدينا عن جمال خاشقجي مين ممكن يكون مستفيد من مقتله؟ بعدين يعني حتى مقتله من قبل السعودية يعني شيء مستغرب، لأنه جمال خاشقجي هو صحفي غير معارض، حتى هو بأكثر من مرة صرح أنا لست معارض لنظام الحكم في السعودية، أنا أود حكم أفضل للسعودية، وأنا يعني أرى أنه بالطريقة اللي رايحة فيها السعودية فهي رايحة للأسوأ، وبحكم بن سلمان هو فعلا عارض حكم بن سلمان، هو عرض اكثر من يعني شيء بالسعوديه، منها الحرب على اليمن والقتل في اليمن، عارض موضوع قطر والحصار على قطر، عارض المعارض للحكومه المصريه، يعني معارض لكثير اشياء، ولكن هو ليس معارض بالدرجه الاولى للحكم. يعني اذا جمال خاشقجي يقتل من قبل السلطات السعوديه، المعارضين الحقيقيين في داخل السعوديه شو عم بيصير فيهم؟ اللي مسجونين في داخل السعوديه من شيوخ ومن معارضين ومن اشخاص طالبوا بقلب نظام الحكم، هدول شو عم بيصير فيهم؟ يعني جمال خاشقجي منه هالشخص اللي عارض بقوه، بعدين ما ننسى انه هو مش من زمان كان رئيس تحرير صحيفه وطن السعوديه، كان يكتب بجريده الحياه اللبنانيه، كان يكتب يعني اشياء عن النظام السعودي واشياء جيده، وهو اصدقائه مقربين له من العائله المالكه ومن الاليت اللي هن بالسعوديه، يعني فمستغرب جدا اصلا مقتله
لحد الان يعني نحن كجسم صحفي غير مستوعبين انه جمال خاشقجي يقتل من السعوديه. لماذا؟ هو يعني معارض صار له بس سنه، من 2017 بدا كتاباته ضد حكم بن سلمان. رحشان، حسب معلوماتك، هل هناك تواصل بين السعوديه وتركيا من اجل هذا الملف ام لا؟ طبعا هناك تواصل وثيق، يعني كل يوم بيحكوا وعادي في حديث بين السعودية وتركيا وعم بجربوا يكون التحقيقات مشتركة. وبس اليوم شفنا، أنا كنت قدام القنصلية السعودية في منطقة لافنت، شفنا وفد سعودي إجا بإذن من الحكومة التركية، طبعا وصل على تركيا، دخل القنصلية لمدة ساعتين والوفد خرج، دخل تقريبا خمس سيارات، ظهر منها وفد كبير دخلوا، هم وفد مختص بالتحقيقات، جاي مباشر من السعوديه بقرار سعودي وبموافقه تركيه، دخل ساعتين ورجع سافر من بعدها. ففي تنسيق بين الحكومه التركيه والسلطات التركيه والحكومه والسلطات السعوديه، لكن الموضوع لا زال يعني في حكم التحقيق. بس اذا التحقيقات اثبتت انه جمال خاشقجي تم قتله داخل القنصليه، حتى ولو كان هذا القتل نتيجه تعذيب من قبل المحققين، فهذا الموضوع رح يؤدي انه رح يكبر اكثر ورح يؤدي لعواقب وخيمه وعلاقات ستتدهور بين السعوديه. سؤال اخير رحشان، من خلال عملك الصحفي ومواكبتك للملف، هل هناك اي مشاهدات او ملاحظات لم نتحدث بها بعد من لهذا الملف؟ المشاهدات اللي شفتها انا واللي مش مقتنعه فيها هي مبدئيا موضوع الكاميرات التي لم تكن تعمل، موضوع انه جمال خاشقجي عم بتقول القنصليه لا يعرفون ما اذا خرج من الباب الامامي او الباب الخلفي للقنصليه، ما معقول يفوت حدا على قنصليه مش عارفين من وين ظهر او كيف فات، ما معقول اساسا يقولوا لك الكاميرات يعني مش شغالين وكانوا متعطلين بهيدا النهار، في اشياء غريبه كانت عم بتصير بهيدا اليوم. بعدين واضح انه انت لما تعطي موعد لشخص بالاساس انت عندك نوعا ما هو معارض للحكم وفجاه يختفي، فواضح انه الموضوع مدبر، وهذا اللي قالته السلطات التركيه، الموضوع مبين انه كان مدبر. الصحفيه التركيه رحشان ساغلام، شكرا جزيلا لك. الان عوده اليك رواد. شكرا لك اياد. زياد حواط، بعض الكلام اللي سمعناه بتقول الحمد لله على سلامتك للرئيس الحريري من سنه. في نقاط استفهام كبيره، ما فينا نتكهن ونقول شو اللي سمعناه اليوم. ما بفهم انه كيف قتل وخرج من السفاره ومن ثم سفر الى السعوديه بنظام مثل لا ما حدا قال انه سفر للسعوديه. بتقول انه صار بالسعوديه؟ لا لا، هي قالت الروايات اللي انتشرت يعني اول شيء يا قتل يا بس ترجيح فرضيه قتله. في نقاط استفهام عديده، قد يعني ما بدي فوت بالتفاصيل، شان تركي سعودي عليهم هن يوضحوا للراي العام التركي والسعودي بس سالتك على طريقه التعاطي، بتقول الحمد لله على سلامتك للرئيس الحريري من سنه. لا الرئيس الحريري انا بعتقد لما كان بالسعوديه ما كان لا متهم اولا ولا محتجز ولا حققوا معه. ماكرون قال لا، ماكرون قال لا لا لا، خلينا نحكي بلا مزح بالاطار. اليوم رئيس ماكرون عم يمزح؟ نحن ما بنقبل ابدا انه رئيس حكومه لبنان يكون متهم بالسعوديه او موقوف بالسعوديه او حدا عم بيحقق معه، هذا كلام بمس بكرامه كل لبناني. قبلوها او ما قبلوها؟ والله صحناوي لا، مبسوط اللي عم بسمعه. اول شيء في دبلوماسيه كثير بالجواب على قصه تركيا والسعوديه، عن زياد بهني عليها. وبحادثه الحريري حكينا عنها كثير، يعني نرجع لا بس بموقفه قررنا انا وزياد انه ثالث جزء يكون ايجابي اكثر من اول اثنين، بس تنعطي فرصه للرئيس الحريري ينجح بمهمته بهالكم يوم. طيب لنشوف اذا رح ضلكم رايقين بعد النتيجه. على الفيسبوك رح بلش بنتيجه التصويت، سؤالنا كان بين كلام باسيل ورد القوات اي منطق هو المقنع؟ على الفيسبوك نسبه التصويت كانت 74% تيار الوطن الحر هن المقنعين، 26% القوات اللبنانيه، اما على التويتر ف 69% قالوا تيار الوطن الحر، 31% قالوا القوات اللبنانيه. ديمقراطيه يعني اليوم هيدا الثلث عم هطلت وزراء. اليوم كنا عم نحكي قبل شوي عن ورقه النيات وتفاهم مع العرب، اليوم عم تروحوا لتفاهم ثاني انتم؟ بالتاكيد اليوم في نيه عند القوات اللبنانيه وعند تكتل الجمهوريه والفريق السياسي المحاط
انه بيطي صفحه طويله عريضه بيطي صفحه. الكل كان خسران انا ذاك. نعم نحن عم نتطلع لمستقبل جديد لتواصل بين كافة اللبنانيين. هذا لا يعني ابدا انه نتفاهم على كل النقاط، قد يكون في نقاط في نقاش في جدل في اراء مختلفه، انما في طي صفحه الماضي يجب طيها، صفحة الخلافات والمشاكل والعنف لازم نطويها تماما مثل ما حصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واليوم تماما مثل ما عم بيتحضر ليحصل بين تيار المددة وتيار القوات اللبنانية. في نية واضحة عند القوات اللبنانية بفتح صفحات جديدة. هلا قد نتناقش مع التيار الوطني الحر بملف 2 3 10 شد حباب، بس عملتوها اليوم ما عملتوها قبل ما خلص الى سنتين عم تدرس. بس يا استاذ زياد الكتار اليوم بالقراءة السياسية بيقولوا هذه الخطوة هي لمحاصرة جبران باسيل، هي العنوان العريض تبعها. لا لا شو لا حش بقى، لا حرام يعني مجننوا مجننوا. لا بالعكس، الوزير باسيل رئيس حزب بنحترمه وبنقدره، ما في اي ما تصوروا الصوره السياسيه كلها وكانه كل ما يصير شغله ضد جبران باسيل. ابدا، التفاهم مع تيار المرضى له من سنتين عم بيتحضر لطي صفحه الماضي وفتح صفحه جديده. ما في ورقه تفاهم، ما في خريطه طريق سياسيه، في تفاهم في طي صفحه الماضي وفي رؤيه كيف ممكن نلتقي من اجل مصلحه لبنان. هي متى اللقاء رح يصير؟ انا بتصور بأقرب وقت ممكن. ما حيكون في ورقه؟ ما بتصور في ورقه تفاهم وبنود، في طي صفحه ماضي وفي رؤيه مشتركه للبنان بيشبه كلها اللبنانيين، ساحة للنقاش، ساحة للجدل، للقاء، للتفاهم من أجل خير. أنا بقول شغلي بكل فعلا أنه البلد صار بحاجة لطريقة جديدة بالتعاطي، البلد صار بحاجة لإشراك الجميع، كلنا نكون شركاء بإعادة أعماره، كلنا نكون شركاء بإعادة تطويره. البلد بتمنى ماشيين فيه رايحين فيه على المهوار، رايحين فيه على الهاوي، الكل شريك. أنا بس أقول رح نحكي عن مهوار اقتصادي، بس قبل بدي رأي نقولها صحناوي بالموضوع مصالحة القوات المرضى. انا بقول كل ما بتتكاثف الجهود من اجل انقاذ لبنان، كل ما نتيجه انقاذ لبنان بتكون اسرع. نعم. بس تغرق الباخره ما رح تغرق بفرد فريق، رح تغرق بكل اللبنانيين، وبالتالي كلنا شركاء بانقاذ الباخره وانقاذ لبنان والوصول فيه الى بر الامان. صحيح. شو رايكم بمصالحه القوات والمرضى؟ موجهه ضدكم حسينا ولا؟ لك اول شيء نحن بنرحب باي تفاهم بين فريقين لبنانيين بقلب طايفة أو عبر الطوايف، ومنشد بالعكس عليهم يعني يروحوا أبعد، يعني يعملوا ورقة يكون فيها يعرفوا على الضبط شو النقاط أو شو المبادئ اللي عم يتفقوا عليها. تاني شيء من يعني بهني سليمان باك لأنه طوى الصفحة بسرعة، بما أنه التفاهم بين القوات والتيار هو اللي قطع الطريق قدام أنه وصوله على رئاسة الجمهورية. هذا بيدل أنه قدرت تفوق على هذا الجرح، بس بالحالتين نكون هذا السبب تبعه ضدنا او لا. لا مش صحيح. بالنسبة لنا هذا شيء ما بيأثر علينا، يعني نكونوا فريقين او يكونوا تربوا على بعض بتحالف سياسي، بتحالف ظرفي، بتحالف طويل الامد. نعم. نحن بنرحب بهذا الشيء. التواصل بين كل اللبنانيين هذا امر مطلوب. صحيح. طيب صفحة الحرب صارت ضرورية وما بقى فينا نضل نرجع لورا، كل ما اثنين اختلفوا بعضهم بينكبوا وبيفتحوا جوحات الماضي، خلص صرنا بغير زمن. بهذا الجو اللي عم نعيشه اليوم سياسيا، الأوضاع المالية والاقتصادية كل يوم عم نسمع أخبار عنه. رح بلش عندك بهذا الموضوع نقول صحناوي. إذا السؤال هل نحن على مثل ما عم بينحكى كارثة جاي علينا؟ على إيه؟ على شفير الهاوية. أكيد في نحن قراءتنا إنه في حملة لإيحاء اللبنانية والمستثمرين بكل أنحاء العالم إنه لبنان قادم على انهيار اقتصادي ومالي. نعم. وهذا الشيء له أسباب خارجية، لأنه مش مخفي على حدا إنه في مخططات للمنطقة عم تندرج وعم نشوفها عم تندرج مرحلة وراء مرحلة، وهذا الشيء أكيد مقلق. يعني نحن لازم ناخد احتياطاتنا ولازم نتضامن. يعني هون هذا بيدفعنا مفروض إذا بدنا نحمي البلد أنه نتضامن نحن مع بعضنا ونتغلب على خلافاتنا، يكون نعم. بنفس الطائفة مثل نحن والقوات اللبنانية، أو يكون عبر الطوائف نحن والمستقبل ونحن والأمل وحزب الله ونحن والاشتراك. نحن ما فينا نحمي البلد إلا ما نتضامن، والتضامن صار غير كافي. يعني هلأ إذا تضامننا وقلنا نحن ضد المخطط اللي بده
يعني يهز لبنان اقتصاديا، لانه هذا ما حيكون كافي. بدأ اجراءات، بدأ اجراءات، والاجراءات بدأ بالحكم، نفوت متوحدين على الحكم، مش مثل ما شفنا بالسابق دائما ناطرين بعضنا على الكوع بكل ملف بيستلمه وزير او الحكومه بدها تبت فيه. يكون في نظره جامعتنا كلنا سوا، ونقدر يكون في ثقه بين الاشخاص او بين الاحزاب او التيارات او التكتلات اللي هن مستلمه وزارات اقتصاديه وانمائيه، يكون في ثقه بين بعضنا، لانه واحد بده يمسك مشروع، هالمشروع بده يكون متكامل ضمن خطه انقاذيه ماليه اقتصاديه يلي هي بدها ترجع تحط لبنان على سكه الازدهار الاقتصادي. نعم. هذا الشيء بده دوز تضامن كتير كبيره، يعني ما بكفي نقول يلا نحسكلنا كاستين نهار، بده يجي ملف، اذا كل واحد بده يرجع ورا من تريسو بده يقوس على هداك بس لانه هداك ماسكه. صحيح. مثل ما شفنا بالسابق كهرباء او غير كهرباء. تمام. نحن ما بقى كافي لنا انه نظبط الكهرباء، صار هلا بدنا نعمل سكه حديد ومشاريعين. طب زياد حاط ده بتوافق نقولها صحنيه على نظرته اللي قدمها. بس انا بدي زيد شغله وكمان بنفس الاهميه وبنفس الحساسيه في موضوع النزحين. نعم. يعني نحن عندنا موضوعين كبار رح نحكي عن النزحين بعد، بس خلينا نشوف اقتصاد البلد ولصد المؤامره او المخطط يلي هو انه خلينا هالبلد نكسره ولنركعه فيها الهبوستين الكبار. نعم. بدنا نتوافق ونكون متضامنين ومتفاهمين وعنا ثقه بعضنا على اثنين، ما بيكفي على وحده. نعم. انتم عشو متضامنين معه؟ انا متفاهم انا وياه على خطوره الوضع وضروره التضامن من اجل انقاذ لبنان. انا سبق وقلت نعم. انا سبق وقلت انه ما بينقذ لبنان اقتصاديا وحياتيا ومعيشيا الا مزيد من الوحده، مزيد من التواصل فيما بيننا بالمواضيع الحياتيه المعيشيه اليوميه. نعم. دخ مي؟ لا مش الحال. تربية. إنما هيدي بتستدعي مراحل. ما فينا نقول ما ننقذ الوضع الاقتصادي بالحكي، ما ننقذ الوضع الاقتصادي أولا بالإسراع بتشكيل حكومة فعلا مشروع وطني. نحن اليوم مش بحاجة بقى ننقل خلافاتنا من الشارع إلى داخل الحكومة، نحن لازم نروح باتجاه حكومي على الرئيس المكلف بعوده بكرر. نعم. اسرع بتشكيل حكومي وفقا لمشروع وطني، مشروع. طيب سألك عن موضوع النزحين، شو رايك بهذا الموضوع؟ ما هلا خلينا دقيقه قليله وبيخلص الوقت. بس في مواضيع قبل ما صار النزحين، ضروره اسرع بتشكيل حكومي، حكومه مشروع وطني. اثنين. نعم. في حال تاخرت هالحكومه وان شاء الله لا، ضروره عقد جلسات، وهذه يمكن انا بختلف انا ونيكولا عنها. نعم. لازم عقد جلسات استثنائيه، لانه ما بقى الشعب اللبناني ما بقى ينطر، الوضع الاقتصادي ما بقى ينطر كثير، والوضع الاقتصادي العام ما بقى ينطر كثير. اليوم بينعمل جلسات حكوميه استثنائيه على جدول اعمال استثنائي اقتصادي بيتفاهم عليه رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه ببنود بتهم الناس، بتهم وجع الناس، وبتحاول تنقذ البلد من الازمه الاقتصاديه موجودين. نعم. فيها. إنما الأساس تشكيل الحكومة. تأخر التشكيل الحكومي منروح على جلسات استثنائية لحكومة المستقيلة. ثلاثة. في عوامل بدنا ناخدها، موضوع الكهرباء منه موضوع سنوي أبدا، عم بيكلف الدولة اللبنانية أعباء باهظة، نص ديننا العام جراء سوء إدارتنا لهذا المرفأ اللبناني. موضوع تاني موضوع الخليوي، وهون الوزير مطلع أكثر. هذا المرفأ كان بالماضي منتج وكان قايم بنسبة عالية ميزانية الدولة اللبنانية، عم نشوف سنة عن سنة عم تدنى الانتاجية فيه، بده إعادة دراسة وبده إشراك القطاع الخاص فيه. وثلاثة، بدنا نبلش نوقف التوظيف العشوائي بالإدارات. امبارح مستشار فخامة الرئيس بيقول توظف خلال الفترة الماضية أكثر من 20,000 موظف خلال سنة ونص. نعم. توظيف انتخابي بالوقت الانو 46 من سلسلة الرتب والرواتب أكد بعدم توظيف أي موظف جديد بالدولة اللبنانية، وهون على الخدمة المدنية إنه يشوف وين توظفوا وبأي ظروف توظفوا ولا توظفوا ويعاقب أي واحد وظفهم. طيب تعليق سريع. يعني اليوم ما فينا نعالج الإصابة بالشعارات. حكي أكثر ملف، خلوي، كهرباء توظيف، أكثر من شغلة. وجلسات استثنائية للحكومة تصنيف الأعمال. تفضل. كان عندنا فرصة ذهبية من بعد الانتخابات النيابية غواط وزياد. لأنه كان الانتخابات صارت ورانا. نعم. يعني إذا كان في فريق أو كل الأفريقاء كانت عم بتقارب المواضيع الإنمائية من مقاربة سياسية انتخابية تتعمل همروجة عند الناس، هذا الشيء من بعد الانتخابات صار في أربع سنين لقدام. والبرهان أنه تصوت على البواخر
بجلسة واحدة من بعد الانتخابات. يعني كل الموضوع اللي كان متفاقم تاني نهار قطع بخمس دقائق. لا لا خلينا نكفي خلينا نكفي. ايه غوات خليك معي. خليك طيب سمعتني؟ يوكي. سمعت؟ البواخر تصوت على نفس العقد نفس العقد نفس العقد يلي كان مطروح نفس الصيغه نفس الصيغه نفس الصيغه نفس الصيغه نفس الفورمول نفس البواخر نفس المتعهد نفس كل شيء. جددنا ثاني نهار تصوت عليه جدد عليه بنفس الظروف بنفس الكونديسيون بنفس بنفس المعايير يلي كانت فضيحه العصر قبل الجمعه. نعم. انا اللي عم بقوله انه من بعد الانتخابات واضح لانه مصلحه الجميع ما بعود في شيء داهم انه لازم نربح. الناس قادرين كلنا نحط على جنب العوج السياسي تبعنا او المصالح السياسيه تبعيتنا نروح ننتج وندعم بعض لانه اذا انهار البلد انهار على الكل. نعم. صح. شو بيجي بيغير هذا الشيء؟ معركة رئاسية. إذا في حدا كان عم بيطلع على أربع سنين لقدام وقال لك بدنا نبلش من هلأ ننشغ الجزء الأساسي قبل قلت غصن كان قصدي جزء. وتاني شيء إذا في مخطط خارجي وفي جزء من اللبنانيين بيقولوا لك هلأ رح يغير كل شيء في عقوبات على إيران في كذا خلينا ننطر شوي نعرل الدنيا هلأ بنجي بنلم كل شيء من بعد التغيرات. وبتعرف سبق وشفنا انه في هالنموذج موجود من ايحاء بتغيير لايحاء بتغيير بالموازين بالمنطقه. نعم. هدول الاثنين انا برايي اذا فينا نقنع الجميع انه خلوا الخارج شوي هلا ما بقى حدا يراهن على الخارج واحد اثنين ما بقى حدا ما حدا يبلش المعركة الرئاسية هلا انه بعد في اربع سنين يعني كتير بعيدة كتير بعيدة يعني ثالث شيء الانتخابات النيابية بعد اربع سنين بعيدة يا شباب تعالوا لنحط يعني سكة الحديد شو لها علاقة بالسياسة تعالوا نعمل سكة حديد لنبدأ ننقل البضاعة للبناني يلاقي فرص عمل تعالوا نرجع النازحين انه النازحين منهم فريق سياسي بقلب اللي يفرقونا بين بعض ما كنا عم نموت والمناطق السنية عم تفتص هون كنت سألتوا لازم تحوض شو عن النازحين صرت أجلة ثلاث مرات شو الوضع بالنازحين مع لم يتم تصويت هي رابع مرة عم تهرب من موضوع النازحين موضوع عبء لبناني طويل عريض. أي كيف بدك تحله؟ بدنا نحيلجه مع المجتمع الدولي ومع الروس والروس إجوا حكيوا معنا ومع الدولة اللبنانية وفي مبعوث رسمي من قبل رئيس حكومة لبنان تيتفاهم مع الإدارة الروسية كيفية إعادة اللاجئين. ما فينا نرد اللاجئين دون التفاهم مع الراعي الأكبر للوضع السوري اليوم الروس هن إذا اضطر التنسيق مع سوريا نحن مثل ما انه عم يصير اليوم من خلال مدير عام الامن العام يتم التفاهم بشكل جيد جدا بموضوع عوده اللاجئين السوريين. نعم. انما التفاهم الاكبر يكون مع الجاد فازر مع الراعي الاكبر للموضوع السوري اللي هو الروس. والروس عطيوا مبادره امبارح حكي فيها رئيس الحكومه انه تجاوب فيها بشكل كبير وكلف ممثله الشخصي بروسيا للتفاهم مع الاداره الروسيه لمعالجه. نعم. ازمه النازحين السوريين اللي صاروا بشكل عبء بكل حي وبكل ضيعه وبكل مدينه اليوم املي موقوتي موجوده وين ما كان. انما عودتهم ما بتكون عشوائيه بتكون بالتفاهم مع المجتمع الدولي ومع الجاد فازر اللي هو الروسي. نعم. بس في بالمجتمع الدولي جزء كبير منه بعضه بيقول نحن ما بدنا يرجعوا النازحين قبل ما يصير في اتفاق سياسي بسوريا. نعم. سموه حل سياسي. حل سياسي. إيه؟ نحن تفاهمنا نحن هذا الحل السياسي ممكن يجي بعد 10%. نحن عم نقول لهم منا موافقين على العوده الامنه يعني اكيد ما بدنا نرجعوا بالنار ولكن ما بدنا ننتظر الحل السياسي لانه الحل السياسي صحيح. متوافقين على بعدنا ناطرين طيب. الحل السياسي بالنسبه للفلسطينيين توافقتوا على شيء يعني. لا. طيب. قبل ما نختم الحلقه الوقت انتهى بس كون نائب مديرتك الانتخابيه نائب ولا اوبيان بتقول قبل شوي سارفع دعوه على الملحن سمير صفير بسبب تغريدته مش هل بدي اسالك عنها انما بتكمل ووراء كل وغد صغير وغد كبير يشغله واعني بذلك جبران باسيل. هل قد وغد رئيس تياركم رئيس حزبكم؟ هلا ما بعرف ليه عامله هي شغلتها تقوس على التيار على العهد ممكن هذا الشيء عم بيخلي ما مطلوب منها ما بعرف عزبت شو الموال اللي بغصها. نعم. بس باكد له انه الوزير باسيل ولا بيشغل حدا ولا بيطلب من حدا ولا باله بنائب بولا يعوبيان
ولا بيطلب من حدا يتهاجم حدا، يعني بتاريخه السياسي بحياته اشتغل باي بروكسي يعني بالوكاله. نعم. هو بده اذا في شيء بباله رح يقوله بطريقه فجه ومعروف عن هذا الشيء، وكل لبناني وعيه على وقت الوزير باسيل بده يقول شيء بيقوله بطريقه كثير واضحه. نعم. بغض النظر انا ما بدي فوت بالتفاصيل، انا بس بدي اقول انه مش كل واحد انتقد تيار الوطن الحر فعلا نربطه بانتقاد العهد، العهد لا. عهد كل الناس. انا بدي افصل بكل لحظه هيدا مش عهد التيار الوطن الحر. انا عندي 1100 ملاحظه على التيار الوطن الحر، هذا لا يعني 1100 ملاحظه على العهد، عهد كل الناس، عهد كل اللبنانيين. كثير منيح لهالسبب لازم العهد ياخذ وزراء والتيار ياخذ وزراء. انا كثير مبسوط من اخر ملاحظه لزياد. شكرا لكم نائب زياد حواط والنائب نقولة صحنية على هذه الحلقه. شكرا للمشاهدين على المتابعه، على امل لقاء الاحد المقبل 9:30 المساء. تبقوا بخير.